معانا موضوع شبابي كذا رجالي بين البين يعني سترونج اندبندنت مان يعني فهمكم فخلونا الموضوع بيننا يعني لازم لما نكون نخرج كذا نخرج كلنا مع بعض بجروبات كل كذا نكون متماسكين باليدات ولما تكون تخرج برضو لحالك مثلا شي تخرج لحالك ما يقعش لازم انك تخرج مثلا تشل معك محرمه ولما تلبس لازم تلبس كمان لبس ما يكونش عليك بالضبط بالملين مثلا جينز وسراوي وكذا لا لازم تلبس كذا قليل الفضفاض تمام تروح تفصل مثلا عن عبد العالم روح فصل عن عبد العالم سروال السندباد ايش فيه ما فيه شيء تمام رجال فضفاض وكل شيء حتى ياسمين لما تحولت بني ادمه ما خطف النص ولا سوى <applause> شيء الامور كانت طيبه تمام والثوب حقك لازم تلبسه ثوب لا تلبس زي ده لا هو بتلبس زي ده ولا تتعطرش يا اخي ولو انه شعرك ظاهر قيم الكشيده خبيه طب انا بتقولي ليش كذا ليش تكلم هذا الكلام كله لانه في حاجه خطيره استوى في واقعه حدثت في السابع من الشهر الجاري تعد الاولى من نوعها ونادره من في اليمن حيث او حين اقدمت فتاه تدعى تغريد غالب الشرعي على اختطاف رجل في تعز وقالت مصادر اعلاميه ان الشرعي قامت باختطاف مبارك سلطان الوافي في مدينه عصيفره بتعز وهي المره الاولى التي يتعرض فيها مواطن للاختطاف على يد فتاه للاسف للاسف مجتمع انوثي متعصب مجتمع عنودي متعصب ويقولوا علينا مجتمع ذكوري وان احنا نعم ظالمينهم شوف اختطاف وحده لواحد ايش هذا اللي حصل في البلاد قضوا كل شيء لهم من على ما عشناه وخلقناه ونحن ندري انه لهم دائما حقوق سواء كان بالطابور تجلس مطبر لك مثلا بالروتي بالبترول اي شيء وهي تجين الانثى اول وحده كذا تجي سالي تلف لك البرون هذا كذا اول وحده بس حتى لو واحد رجال اجا جنبه عائله لازم هو اول واحد يعبي باي مكان ونحن كالعاده يعني كشعب يمني إشي حاجه جديده إشي شيء جديد كذا يجلس يتكلم عنه اي حاجه جديد. حتى لو ان شاء الله مكوك صدم بلادنا اه مكوك صدم بلادنا الله نحن بيقول فضائيين لازم ننكت على اي شي. شيء بغض النظر نحن ضحكنا كثير زي ما ضحكنا بدايه مثلا الفيديو تمسخرنا زي ما تمسخر الشعب اليمني كله الا انه بالاول والاخير يا شعبنا اليمني الحبوب الطيب هذا يعتبر جريمه اختطاف انه بغض النظر بنت اختطفت ولد هذا اختطاف في جريمه حصلت لو انه كان زوجك مثلا او طليقك او حتى تساليه فلوس او شيء حل المشاكل ودي لو كان مثلا طليقك عادي تسريحهم باحسان ومن هذا المكتب الصغير الطيب اللطيف نتمنى اطلاق سراح المختطف وعودته الى اهله بكل عافيه وسلام كيف بيقدر يعيش بس بعد هذه القصه كيف؟